الاسرائيليين يمثلوا نصف سكان غزة واللي عددهم 2.3 مليون نسمة. فعن أي حقوق إنسان نتحدث؟ وعن أي حقوق أطفال اليوم نتحدث؟ ودولة الاحتلال تعتبر الطفل الفلسطيني هو قوة محتملة للمقاومة. فأطفال فلسطين يعطيونا يومياً دروس في الصمود. انت بدك تطلعنا من دارنا؟ فشي مش راح تطلعنا، يعني فشرت. اي ارضنا وعرضنا ودارنا فيش تاخذها منه. شو ما بدك تعمل، شو ما تجيب جرافات ماكينات، شو ما تجيب جبات، ربنا معانا، ربنا حامينا. مدام ربنا معانا فيش ايش بيزل. احمد الجيش بيهدد انه رح يضل يدخل على المخيم. عادي يدخل. صرنا شهداء، وصرنا شهداء. بيجي بعديهم ناس، بيجي بعديهم. بنضلنا نقاوم نكسر خشمهم. اي فجروا السيارات، قلبوا الدنيا. الولاد الصغار استشهدوا، الشباب استشهدوا، كله في دارنا. يعني هاي قصف الدار عادي، كله في دا فلسطين. خوف دولة الاحتلال، ولو كنت لونيسيف لأعلنت اليوم يوم حداد على نفسي كيونيسيف، ويوم حداد على حقوق طفل لا تحترم، ولسميت هذا اليوم يوم حقوق الطفل الفلسطيني اللي مختطفة منه. نحكيه اليوم على غزة طبعا، ولكن نحكيه على واقعنا في تونس، نحكيه على الزيت، زيت الزيتونة والزيت المدعم. الرئيس قيس سعيد خصص لهذا الموضوع اجتماع كامل في قصر قرطاج يوم السبت. نرجع كذلك لموضوع ملعب المنزة اللي كان من المفروض توفى الأشغال أشغال سينتو في أواخر 23. رئيس الجمهورية هو بيدو يتنقل إلى الحي الأولمبي. احنا نحب نفهمه شنو اللي صاير بالضبط، شنو المشاكل هذية اللي ما تتحل إلا ما رئيس الجمهورية يتدخل، وما هذه الأشجار التي تخفي